راه ما اعتصمت حتى بين الموت والاخرى، بين الموت والهبال شرملت. هذا الشيء اللي تنقول للمغاربه، راه شرملوني وطيبوني. سيد المحامي وبقى المحامي، وقت كنطلع ونهبط مع ذاك المحامي، شو قال لي ذاك المحامي؟ سير بحالك، هذوك الناس راه واعرين عليك. انا كنعرف غير موظف هاد البنكه، عطيت ليها الشيك تعطيني رزقي، والله تعطيني الشيك ديالي. سنيت هنا وخرجت هنا وسنيت هنا، انا ما قاريش، انا تنقول الفيديو ديالي انا ما قاريش، انا ما انا سارح، انا امي ما كملاش الخدمه بالقوالب، راه القوالب راه كاينين. ما السلام عليكم خوتي المغاربه. خوتي المغاربه، انا هو مول الشيك اللي عطى الشيك لموظف هاد البنكه، ورد ما ردوني الشيك، ما عطوني رزقي. والله يجازيكم بخير المغاربه، وكنشكر المسؤولين. الله ينصر سيدنا، والله ينصر، والله ينصر اللي خدام في الحق. تنقول لكم المغاربه الله يجازيكم بخير. الدعوه ديالي على الشيك، عطيت الشيك لموظف هاد البنكه، فتحت لي الكونط عندها باش نصرف الشيك ديالي، ولا الشيك ما تصرف ليا ما رجع ليا. ودابا الله يجازيكم بخير، الدعوه ديالي راه تبعتها حتى مشات للحافظ. ودابا الله يجزيكم المغاربه، وكنشكر السيد الوكيل الملك، والله ينصر الحق. كنا خدمنا في واحد الشانطي، وخدمت الضو، خدمنا معاهم الضو، انا وداك السيد اللي معاه في الشيك، وهو بعدا اصلا انا اللي لقيت الخدمه، ماشي هو، انا اللي جبتو. والاخر عاود ثاني باللي بغى يدخل يعطي الشيكان، عطى الشيكان في واحد الجهه، واحد الجهه ما عطاش فيه الشيكان. دابا رزقي راه تقريبا شي 18 مليون، ما خوطات ليا كاع، ما عرف فين مشات كاع، فين ما عرف شكون اللي دا شي حاجه ولا ما داش. خدمنا فيها النص وحسونه، وهذوك الالتزامات اللي دخلوا، حتى دوك الالتزامات اللي دخلوا داروها لي على ود الخدمه باش ما نلقى ما نشد في الخدمه. هذوك الالتزامات اللي داروا، بجوج الالتزامات اللي مشاو مع الشكايه، داخل هذا وشاهد هذا وداخل هذا، ها هو لحال الحفظ. دابا كنشكر سيد الوكيل الملك، خليها تما، وكنتمنى ان شاء الله نزيد دعوة اخرى باش ما يدخلوش عاود ثاني راس الحانوت فيها. جي ثاني نخدم، هي ما مسالياش، راه ما كملاتش كاع الخدمه، ما كملاش الخدمه بالقوالب، راه القوالب راه كاينين، ما الخدمه راه ما خلق واحد اخر اللي ولا كملها. وما القضيه خلاص من اللي جينا للشيك، انا جيت نشدو الشيك، صحابي انا مازال خدام كاع، انا ملي جابوا الالتزامات قال لك راه التزمتي على هذه الشركه هذه وعلى هذه. دابا انا وليت كنشوف غير رزقي نشدو، رزقي ما تخلص فيها، والخدمه راه ضرب فيها غير نص. كان معايا وانا اللي شديت الخدمه، انا غوت لك شريك غير يكون معايا، ولكن ولا دار القوالب هو وهذاك مول الشيك اللي داروا مع الالتزامات. وسنيت هنا وخرجت هنا وسنيت هنا، انا ما قاريش، انا تنقول الفيديو ديالي انا ما قاريش، انا سارح، انا امي. ودابا رزقي كنطلب من سيدنا الله ينصرو، وسيد الحموشي، وسيد وكيل الملك، هاد الدعوه غادي نزيدها. هي داخل هذا، عطى الشيك هذا وتحيد هذا. انا كنعرف غير موظف هاد البنكه، عطيت ليها الشيك تعطيني رزقي، والله تعطيني الشيك ديالي. والسيد هذاك اللي ما في الشيك عطينا الشيك، قال لك شكون اللي غايفتح فيكم الكونت؟ اتفقنا عليا انا ملي فتحنا الكونت باش خرجنا، انا ما عمري صرفت الشيك باش نقول لها اعطيني فلوسي في البلاصه ولا اعطيني، صافي خرجنا الغد اللي باش غادي نجي، حيت قالوا الشيك ما كيدخلش الكونت على 48 ساعه. مشيت دوزت الغد ما جيتش، الغد خرجيت قلت لها اعطيني دوك الفلوس، قالت لي اودي اهضر معاها مول الشيك. قلت له هضر معاه، قلت له اودي هضر معايا غادي يرد الشيك ديالو. قلت له شغلك هذاك تحملي مسؤوليه؟ قالتها لي هي، قالت لي راه جا مول الشيك عند الشيك ديالو. قلت له راه غادي تحملي مسؤوليه؟ قالت لي راه راجل مزيان غيخلصكم. قلت له انا براسك تحمل مسؤوليه الشيك؟ قالت لك صافي هو الغد لي نهار 18 في الشهر جيت عندها وقلتها للمدير، قلت للمدير الشيك ديالي عندكم راه شنو ودخلنا البيت. قالها عطاك هذا الشيء؟ قالت ما عطانيش. صافي نكرات لي ضربه واحده، قالت ما عطانيش. وخرجت في حالتي، وبقيت كنقلب انا ما قاري ما والو، فين غندير الدعوه؟ فين شي تيقول لك درتي الالتزام ما بقاش كتسال والو، شي تيقول لك لا بقات ما في البنك، شي تيقول لك راه ملي ما عطاكش الروسيه راه هزك الماء. بقيت واحد انا ما عارف فين غنرد الراس. تا قالوا لي انا سي عند المحامي، شد المحامي على الشيك ديالك، شديت المحامي وبقى المحامي، بقيت كنطلع ونهبط مع ذاك المحامي، شو قال لي ذاك المحامي؟ سير بحالك هذوك الناس راه واعرين عليك، ما عندك ما دير. هذاك المحامي ملي دابا دات المحامي اخر باش طلع بينا راه كاينه في الحفظ، الجديد ديالها دابا راه الدعوه في الحفظ.
وهادشي اللي كان قال لك راه المهم كان شكا سيدي وكيل الملك حيت الدعوه فيها بزاف الالتزامات اللي انا تنقول غير الشيك، كنقول انا غير الشيك جاني الالتزامات للشيك، الالتزام راه الالتزام بوحده، الدعوه اللي كايسها شي حاجه بوحده، اما القضيه ديال الشيك انا تنعرف الشيك ديالي يرجع ليا يرجع ليا فلوس، اللي كايسال شي حاجه يدي عليا الدعوه. تقريبا انا شي 3 شهور انا وولادي بجوج والطوموبيل خدمت تحتها مشات، خدمت بالموتور وصافي. ما المهم الناس مازال كيسالوا دابا حاليا، مازال كنعطي 4000 ريال في السيمانه لدوك الباقي اللي خدامين معايا، مازال ما باليش راس الخطه ودي اوسان. هادشي خرجني كاع، انا ما عنديش كاع الدماغ اللي غيخدم باش صافي ننسى داك الشيء. ما المرت انا مرت نفساني بهادشي هذا، حيت المنكر شت المنكر شت الحق مشالي، ودابا كنهز كفافي الله تنقول لي يا ربي اخذني الحق، وكنطلب تم المسؤولين واللي تيعرف الحق يزيد مع معاه في هاد الدعوه هذه. منشي تا هو راه نيت تا هو من الاولين ديال الصبع تا هو نيت، علاش يقول لك ما غاديش يكون كان مشكل في مولشيك؟ يا اخي خليني الشيك، يخلي الشيك ولا اعطيني خلصني اس بي سي ولا فرقنا الشيك كاع، ولا اعطيني حقي واعطي الحق. ومزيان اتفقنا انا وهذاك خينا اللي معايا في الشيك يسرح الشيك في الكونت ديالي، علاش فتحوا لي الكونت على ود؟ انا فتحت الكونت ما عطيت فيها ريال على ود ديك الشيكني. ها هما داروا لي هذا البخاداس نيت الالتزام، هي الالتزام اش جاب الالتزام للشيك؟ الشيك تنقول انا غير الشيك، الشيك ديالي الشيك على 19 النهار اعتصمت انا ولادي، راه شحال واحد تقول انا علاش اعتصمت؟ راه ما اعتصمت حتى بين الموت والاخرى، بين الموت والهبال، بين الموت والهبال بديك اللي اعتصام اللي درت انا ولادي. انا ما كرهتش اخوتي المغاربه ندير لي اعتصام قدام البنكه انا ولادي، ما كرهتش، انا ما رضيتش، ولينا جابها الله بان هو رزقي مشى. ما نعرف اشنو داروا معاه والله ما نعرف. انا صافي ديك الورقه اللي شديت مع ديال الكونت ما بقاش كندور مع ديك البنكه ولا نشوف فين كاينه ولا سميتو، حيت كانوا كيخلعوني النيت باش ما خفت. انا تنقول الحمد لله ملي ما مشيتش للحبس، وما هاد الشيك اللي كانت معنا ودخلوا فيه الالتزامات ودخلوا فيه بزاف المشاكل شرملت. هاد الشيء اللي تنقول المغاربه راه شرملوني وطيبوني، اللي بغى يفهم هذه القضيه راه شرملوني وطيبوني. دابا غادي ندير دابا دعوه اخرى الله يجازيكم بخير. انا كنطلب غير رزقي، انا كنطلب غير الشيك ديالي، الدعوه ديال الشيك تفرى، والشيك راه ما جابها حتى لشي شي علاقه. الشر البنك ما كتعرف منا، عطيت الشيك عطيت الشيك، خدمنا ولا ما خدمناش ولا قمرنا عليه، الشيك ديالي نشدو نشدو الا كاين الحق، ما كاينش تنقول ربي ياخذ الحق. هذا الشيء اللي كاين اخوتي المغاربه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.